כל מי שעשתה פעם צבע בעיר, הבהרה, בלונד, וניסתה לכסות אותו שוב, נתקלה בבעיה, הצבע יורד מהר, והוא נהיה ירדת קצת. עצבי מים, אם צבעת שיער מובהר או שיער בלונדיני, נסגר. פעם אחת לא מספיק, לא צריך לחזור על זה שוב ושוב. כי הצבע בעצמו מאוד חזק. בדרך כלל כשאני עובד עם צבע, בדרך כלל, כל צבע אחר, אני בא ללקוחה, מסתכל איזה צבע יש לה, בוחר לי צבע כאן, ואם היא חומה ואני רוצה אותה בלונדינית, בוחר צבע בלונדיני, בא לשיער, צובע אותו ויש לי בלונדיני. ونقص طرفا لرؤياكم حينما تغص الاجراس تنشط الابيار ولحم الخلود وتعاني من مشكلات الصباح وغروب الشمس يتوهج البدر حاملا معه ويقوم من الخلود لينثرها بين الايادي معلنا تهبيش كون جديد يستقبله والبشر مبتسما نغزشه باجمل شذا عند الناس نغرس من همس الكلام عدلا ومن قواف القصيد اجملا ومن جميل النثر اربعه بين امواج البحر نخوض غمار الكلمة نشتف بأقلامنا لنشكر كل من شرفنا وأراد مشاطرتنا بتخريج فوج جديد وفي هذا السياق يطيب لي أن أزف كل كلمات التهاني والتبريكات لكل من جد واجتهد حتى نال شرف الارتقاء نحو سلم المتفوقين فنفتخر ونتباهى بتفوقنا وبعد فراقكم نسأل الله أن يوفقكم جميعا لذا يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن الكلية إدارة وموظفين أن أزف لكم كل التبريكات والتهاني لكم بمناسبة تخرجكم وبهذه المناسبة أدعو رولا سبيتان لتلقي كلمتها باسم الخريجين. أحبتك الخضراء أنت زميلاتي العزيزات نحن اليوم بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتي لذلك يجب علينا أن نؤمن بهذه العبارات النقية فاليوم تدق الساعة وتقرع الأشراس وتتعالى تقارير الطيور لنقضي معا صفحة الاستيعاب ولنفتح صفحة جديدة عنوانها العطاء فننثر فيها ما جنيناه من عطر ليفوح في بقاع الأرض خاصة المربيات ما ننساش كل شيء تعلمناه لانه هي رسالة كثير مهمة لحياتنا والاولاد رسالة التعليم هي رسالة مهمة بالنسبة لإلكم رجاء نحافظ على الرسالة ونكون ملاء عليها كل عام وانتم بخير كمان كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان ان شاء الله بنعاد عليكم يا رب ان شاء الله كل مجموعة تعلمت موضوع معين في موضوع المساعدات إن لرياض رياضات الأطفال في عندك دورة تجميل في عندك دورة حواجب عندك عدة دورات تخرجنا اليوم ونتقبل إن شاء الله إنه الصبايا لقدام يلاقوا شغل يشتغلوا ونتمنى للنجاح والتوفيق إن شاء الله شكرا لك.